هنا أحد المخيمات الذي يضم نازحين من ريفي حلب الشرقي والجنوبي أقيم على عجل كغيره ليستوعب أرتال النازحين إذ تجاوزت أعدادهم 100,000 نازح. افترشوا فور وصولهم شوارع مدينة منبج هربا من ويلات سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها جيش الأسد في سبيل بسط سيطرته هناك مهما كلف الثمن من دمار الحجر وتهجير البشر. إن شاء الله. أنا ما أحكي لك مو حدا غيري وياها كمان ها قميص ما عندي شايف طول بالك طول بالك شو طول بالك أنت عندك أكل لما تأكل طول بالك معلش ثلاث أرباع الخلق ما عنده أكل حقكم علينا كمان. المخيمات في هذه الأراضي الزراعية ليست إلا جحيما ينتظره هؤلاء النازحون وأطفالهم، فهم على أبواب شتاء قاس يزيد من قسوته عدم توفر وسائل التدفئة وشح كبير في الطعام والملبس والخدمات الطبية. الشتاء هي تتحمل الشتاء هي كلها يعني اسم خيمة أرض تراب وحل بصير ما وضع يعني سيء ما شايفين حالتنا يعني أهل البلد المنظمة تكون هار فايتين طالعين ما شايفين طيب وحسبي الله ونعم الوكيل. إذا أقول الهلال الأحمر وجمعيات محلية تعمل على استيعاب النزوح المستمر، ومع نجاحهم النسبي في إيواء الجميع حتى الآن في ظل الإمكانيات المحدودة إلا أن الرهان يبقى في إمكانية استمرار تقديم المساعدات والخدمات في حرب يبدو أنها ستطول في ديارهم. قدمنا حصة واحدة وعدناهم بسفنج وحرامات، بس اليوم او بكره ان شاء الله نجيب لهم نشوف حل مشان دفع يعني. بس مخيمات بشكل عام في عنا مخيم ثاني، نحن المخيم هذاك وضعه مستقر ومريح، بس هذا مع انه جديد والكثافه اللي اجت هلا يعني بهالوقت هذا يعني صار الضغط اكثر من 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 الطبيعي يعني. يعني تقصيرنا بس كان هو هذا هو يعني، يعني هلا في عنا مباني على العظم سكنت، في عنا مدارس الاقبيه امتلت، يعني الوضع كتير كبير يعني. مخيمات هذه عرضة للقصف من جهة، ومن جهة أخرى فإنها لا تحظى بذات الدلال الخدمي والإعلامي كما في مخيمات اللجوء ضمن دول الجوار. رأفت الرفاعي للأورينت نيوز من مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب.